طب بيقولوا لي جالنا خبر ان جانا مالها، اهل جانا، ان جانا ماتت. عموما الموت ساعات بيكون ارحم من ان الواحد يعيش متعذب ومعذب كل اللي حواليه. انا بشوف الموت رحمه في الحالات اللي زي كده. ف ايه رايك يا دكتوره محاسن، لو عندك بنت وحصل لها اللي حصل في بنات الناس ده، هيبقى رايك نفس رايك؟ المهم هي بتقول ان حميات اسكندريه في الغالب بتعامل الناس كويس. ارجوكم ردوا عليها على صفحتي، اسمها منى عليها على الفيسبوك، ارجوكم ردوا على دكتوره محاسن. ها مفيش وقت. انا شايفه ان احنا ناخد تليفون احسن من الفيديو.